كنا عايشين هنايا خدامين مع السيد، السيد الله يعمرها دار، خدامين معاه. ملي جاو هاد الناس حبسونا، وحبسونا رزقنا، وحنا عندنا وليداتنا، كل شيء خدام على وليداته. وكاين المرأة الأرملة، كاين اللي ما عندهاش الراجل، كاين كل وحدة وكيفاش الحال ديالها. ملي جينا عند الناس حبسونا، ما خلاوناش نخدموا. حنا ملي ما غنخدموش فين غنمشيو؟ ما عندناش فين نمشيو الا ما خدمناش مع هاد السيد، فين غنمشيو؟ حنا ما عرفتش شحال من عام وحنا خدامين معاه، ودابا جاو هادو حبسونا ما خلاوناش نخدموا. كنخدموا في الحديد، كخدامين معاه، كنجمعوا الحديد، خدامين معاه، صافي كنضربوا تمارة على وليداتنا. بحالي انا مرا مطلقة، عندي ولدي، ولدي داير الحديد، ما عنديش باش ندير الطبيب، الا ما خدمتش شنو غندير لي ما ياكل؟ ما عنديش، الا ما خدمتش مع هاد السيد. دابا العيد قريب وحنا واقفين، ما عندنا لا باش نشريو العيد، لا باش ناكلوا ولادنا، لا باش ندي ولدي للطبيب عنده الحديد في جنبه خاصني باش ندير ليه. ما عندوش، ما عندناش، الا ما خدمناش مع السيد ما عندناش فين غنمشيو. نديروا لنا حل ضروري باش فين ما نجيو يحبسونا هاد الناس، ما يخليوناش نخدموا. والعيد هذا الا ما خدمناش فين غنمشيو؟ ما عندناش فين نمشيو. هي مرا حنا ما خدامينش. قلبي عامر وليد، كل ما قلوا والله العظيم قلبي معامرين. بنادم اللي يحبسوك على طرف الخبز وما عندكش فين تمشي، ما عندك اللي يجيب لك طرف الخبز ويحبسوك، شنو غدير؟ شنو غدير؟ قول لي يا ولدي شنو غدير؟ ما عندك ما دير. حنا بغينا هاد الناس يطلبوا لينا الله، الله يخليونا يخدموا، يخليو هاد السيدي يتزق الله باش يعطينا منين ناكلو. راه هو اللي كيرزق، الله الله اللي كيرزق، ولكن هو سبب. راه الله اللي كيرزق ولكن هو سبب. ورا 3 سنين وانا خدامه، كنت سنين كنت جاي عندو على الدار، نخدم عندو في الدار. وليت كان فين ما دابا كنخدم، فين ما ولا كنخدم. راه ماشي احنا اللي كاينين، راه كاينين ناس اخرين، ولكن ما احنا اللي تبعناه، احنا اللي مضروري اللي تبعناه. انت شنو كتجمعي؟ ها الحديد، تراب، اللي لقيتي كتخدم، ما عندكش مشكل. ولكن كيدير بحسابنا، احنا العيالات الكبار كيقدرنا. بنادم الناس خلينا لهم الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي. انا قلت لي نديوني عندكم نخدم، انا نخدم. حبستونا عديوني نخدم، انا عديوني كيما والي، ماشي بصح لقى عند السيد. قلت لكم عندكم نخدموا، والله تمشي نخدم، ما عنديش مشكل، نمشي نخدم عندكم نخدم. ها هما نقولها لقدامهم، قلت لهم عندكم نخدم نمشي نخدم، انا ما عنديش مشكل، انا ماشي غنبسط على ما خدمت عدد السيد، فين ما لقيت غنخدم. خدموا هنايا واليوم ما حبسوا علينا الكاميوات، ما خلاوناش نخدموا. انا عندي وليد ومطلقه، خصني ضروري نخدم عليه. ما خدمتش داك الدري ما عديت باش نشري ليه حليب وليكوش. يلاه عنده 9 شهور في عمره، حتى هاد المربيه ب 4000 ريال في الصيمانه. المهم ما عنديش باش نكبر هاد الدري، كنخدم هنا باش كندي ليه طريب ديال الخبز، كنحفروا داكشي ديال لافيراي الحديد. المهم باش ما كان كنخدموا، واليوم حبسونا ما خلاوناش نترسقوا، الله ما خلاوناش نخدموا. الكاميون اللي جا كيحبسوه، ما خلاوناش. هاد السيد هذا مخدم له، اللي ملي بغينا نخدمو قالوا لنا ما كايناش خدمه، ما خلاوناش. جابونا مع العيد اخويا وحبسونا، شنو غنديروا؟ مشيو نطلبوا، مشيو نسعيو، ما عندنا ما نديرو. خصني ضروري اخويا نخدم، عندي دري خصني ضروري ندي ليه طريب ديال الخبز، شنو نمشي ندير شي حاجه خايبه؟ لا خصنا نخدمو.